اتحاد كره السله امبارح عمل حاجه جميله جدا، اعلن جداول مباريات الدوري والكاس ليس لفرق الرجال فقط ولكن للسيدات كمان. خلينا نرحب بدكتور مجدي ابو فريخه رئيس الاتحاد المصري لكره السله، والجدول موجود قدام حضراتكم على الشاشه، واحاول برضه اقوله مع حضراتكم. دكتور مجدي مساء الفل عليك. مساء الخير يا كابتن، ازاي صحتك؟ اهلا بيك. وحشنا يا حبيبي، ازاي صحتك؟ الحمد لله والله، ربنا يخليك، كله تمام. وكل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيب يا رب، ومصر كلها بخير يا رب ان شاء الله باذن الله، بمناسبه العشر الايام الجميله والعيد. سامعني يا دكتور؟ الو؟ طب هنرجع تاني للدكتور مجدي. ودور الثمانيه في الكاس هيبقى سموحه مع الجيش، ودور قبل النهائي الفايز من سموحه والجيش مع الاتحاد، وسبورتنج مع النادي الاهلي. المباريات كلها في صاله 6 اكتوبر، ثم هيلعب مركز الثالث والرابع، والفائز مع الفائز في النهايه على بطل الكاس. كمان في عندنا سبورتنج مع اليوبلس، سموحه مع ده دور الثمانيه ودور النهائي. دكتور مجدي. ايوه يا كابتن. بقول لك كل سنه وانت طيب، وربنا يعيد عليك بخير يا رب ان شاء الله. يا رب، ومصر كلها بخير يا رب. يا رب يا حبيبي ان شاء الله. وتحياتي لجروب الرفعي اللي انت عامل فيه شغل جامد قوي يا دكتور مجدي. يا رب خليك يا رب، مجموعه جميله محترمه. طبعا الواحد بيسعد طبعا، والواحد بينهم والله في لقاءاتهم يعني. دول زملاء العمر والواحد بيستمتع بيهم والله، ربنا والله يعني يحفظكم جميعا. دكتور مجدي الحقيقه نزلت الجداول بالكامل للمباريات للرجال وللسيدات للكاس وللدوري، يعني اعتقد انك درست الامر بشكل جيد واخترت اعتقد ملعب 6 اكتوبر هنا هيحتضن معظم المباريات. بالظبط كده، هو يعني الحمد لله، يعني احنا كنا يعني من بدري قلنا هنبدا في النص الثاني من 8 عشان الفرقه تاخد وقتها في التدريب وكده. نعم. وبعدين لما بدانا نحط الرؤيه بقى، ورجال وسيدات و18 و20 وفي تصعيد، وعندي كاس عالم ولاد وبنات 17 سنه المهارات اونلاين ان شاء الله في نص 8، وفي كاس عالم 3/3 يوم 26/8 في المجر، مش عارفين هنسافر ولا لا. نعم. بس يعني الاتحاد الدولي ماشي فيه. كل ده يعني عشان المواعيد كلها تربط مع بعض، فعملنا خريطه كامله للمسابقات الحقيقه عشان تبقى واضحه، والمدربين تبدا تشتغل بقى تدريب صح، عشان يعني ان شاء الله ما يكونش فيه اصابات وكده، ويكون واخدين فتره الى حد ما. نعم. معقوله، انا ما بقولش 100%، لكن الى حد ما معقوله، يعني داخلين في 50 يوم على الاقل ان شاء الله باذن الله، وربنا يكتب الخير رب باذن الله، ونكمل الموسم على خير ان شاء الله. هل تاخير الموسم ده هيؤثر على الموسم المقبل ولا الدنيا ماشيه بشكل كويس؟ لا والله ان شاء الله الدنيا هتبقى ماشيه بشكل كويس جدا. احنا برضه لما درسنا كله على بعضه، يعني بفتره التوقف اللي ما بين الموسمين عشان تسجيل الفرق والعقود والكلام ده كله، وبعد كده تبدا الموسم الجديد. هيتوقف بس بدايه الموسم الجديد على ان احنا عندنا ويندو في تصفيات افريقيا بشهر 11 اخر. نعم. 11. نعم. هيتوقف عليها بدايه الدوري، لو هيتلعب اوكي هيبقى بدايه يوم كذا، مش هيتلعب لان ممكن 10 15 يوم كمان نبدا متاخر شويه، يكون اللعيبه خدت فرصه ثانيه للاعداد ان شاء الله. دكتور الاجراءات الاحترازيه بقى طمنا هتعملوها ازاي؟ يعني الكوره واضح الاهتمام ومسحه ورا الثانيه ورا الثالثه ولا ورا الرابعه، مشغلين ازاي في الباسكت؟ الحقيقه لما نزل الاجراءات دي احنا بعتنا الانديه كلها الاجراءات، الانديه عليها ايه والاتحاد عليه ايه والالتزامات ايه وكل حاجه. نعم. يعني شكلنا لجنه طبيه ولجنه اداره ازمات في الاتحاد، لجنتين. اللجنه الطبيه كان لينا الشرف ان ياخدها الدكتور حسن كمال اللي هو طبعا رئيس اللجنه الطبيه في اللجنه الاولمبيه. نعم. انت عارف الحقيقه لما نزلت ان الباسكت من الالعاب اللي يعني التلامسيه وكده، نعم، احنا طبعا بنخاف على اولادنا، فكان لازم نستعين بحد ذو خبره كبيره جدا في المجال ده وفي الموضوع ده بالذات، فكان لينا الشرف بموافقه الدكتور
حسن كمال ان هو يبقى رئيس لجنه طبيه في الاتحاد ومعاه فريق عمل جامد جدا. محدش هيخش الملعب الا لما يكون معمول له مسحات. نزلنا مع الجداول اللي حضرتك كنت بتعرضها. نعم. نزلنا الاجراءات على الانديه هتبقى عامله ازاي. نعم. ومين هيخش الملعب ومين مش هيخش. واللجنه الطبيه دي ما هتستبعد اي حد. لاعب مدرب ما فيهاش اظهار. هيكون في لجنه على الابواب كلها ممنوع دخول اي فرد سوى اللاعبين والجهاز الفني والطبي بس والحكام. غير كده مفيش حد يخش الصاله او الملعب لان معظم الملاعب كمان هتبقى ملاعب مفتوحه. نعم. يمكن ممتاز الف رجال سيدات وصعود الممتاز الف بس هم دول اللي هيكونوا في صالات. نعم. عشان برضو كانت التعميم علينا ان كل ما لعبت في مفتوح يبقى احسن. انا سمعت ان انتوا غيرتوا الباركيه. ملعب 6 اكتوبر. الحقيقه يعني هيبقى فيه معظم النفسات اللي هي المقفول. اللي هو الممتاز الف رجال وسيدات وكاس مصر رجال وسيدات وكده. والحمد لله احنا عندنا 3 ملاعب وتابل باركيه بتتنقل ما بين الملاعب. هو كان في ملعب في 6 اكتوبر بس مش كامل الحقيقه. في مشكله ممكن ما يلحقش يتحل. فالحقيقه كان اتصلنا بسياده اللواء علي درويش رئيس هيئه استاد القاهره عشان الملاعب اللي عنده من كاس العالم 2017. نعم. وافق لنا على استعاره ملعب نقله 6 اكتوبر واللعبه عليه لانه ده برضه من الحاجات اللي بتحمي اللعيبه كتير جدا غير الفليكس تماما. الباركيه يعني من الحاجات المهمه جدا للعيبه انها تلعب عليه يبقى يفضل يعني بيساعد على عدم الاصابه يعني. تتوقع نهايه الموسم امتى؟ ان شاء الله نهايه الموسم بالنسبه للرجال 12/9. بالنسبه للسيدات اعتقد 18/9 ان شاء الله. هل هتعملوا مساحات طبيه قبل المباريات يا دكتور؟ مفيش حد يخش اي ملعب الا لما يكون عامل مسحه قبلها ب 48 ساعه. ده كلام ممتاز. ده انا مش كلامي ولا كلام الاتحاد ولا اللجنه الطبيه. هي مسؤوله كامل عن الملف ده. احنا بنشتغل نظام مؤسسي يا كابتن احمد. حتى في اللجان ده حتى في شغلنا حتى في كل حاجه. اللجنه الطبيه هي المسؤوله اولا واخيرا. مجلس اداره بينفذ تعليمات اللجنه الطبيه مش زيه زي النادي. يعني اللي يقول اللجنه الطبيه انا بعتمده على طول من غير اي نقاش لان هم الحاله دي بتاعتهم مش بتاعتنا وربنا يحفظ اولادنا جميعا يعني. بشكرك شكرا جزيلا دكتور مجدي وبتمنى لك يا رب كل توفيق من الاتحادات الرائعه. سيبكم.